فويس اوف امريكا، جيروزلم بوست، كلها تتحدث عن هذه الفصائل المسلحة في العراق. مع المتغيرات الآن التي تجري من نتائج الانتخابات وغيرها، هل تعتقد بأنهم محقين في تقييماتهم لما ممكن أن نراه العام القادم؟ نعم، تحياتي أستاذ أحمد وشكرا جزيلا للاستضافة. حياكم الله. الحقيقة فعلا يعني يجب بعد الانتخابات وفي ضوء نتائج الانتخابات أن يسلط مزيد من الضوء على قضية الميليشيات، لأنه الآن أنا أعتقد الميليشيات هي نفسها تمر بمرحلة مفصلية مهمة جدا. هناك عملية فشل، ويعني إذا نستعير تعبير اقتصادي، اندثار في هذا النموذج بشكل متسارع جدا، يعني أكثر من أي نموذج آخر صنعته إيران في المنطقة. إذا ما قارنا تجربة الميليشيات في العراق بتجربة حزب الله في لبنان، بتجربة الحوثي في اليمن، بتجربة أي ميليشيات أخرى صنعت، الفاطميون، الزينبيون في أفغانستان، في باكستان، تجد أن هناك عملية تآكل سريعة جدا في جرف أو بجرف هذه الميليشيات كنموذج كنظام، بحيث هناك سؤال ينبغي أن يطرح: أين هو مستقبلها؟ ما هو مستقبل هذه الميليشيات؟ واضح جدا أنها لا تملك أي نوع من الشعبية الحقيقية ضمن الحاضنة التي يفترض أن تكون فيها. يعني إحنا لو رحنا إلى شيعة لبنان مثلا، لو وجدنا أن هناك تآكل لحزب الله في داخل أوساط شيعة لبنان بمعدل معين سنوي، ربما تبلغ إلى الآن نسبة التآكل تقديريا، طبعا لا أحد يملك أن يقدر هذا بشكل دقيق، 60% أو 70% ضمن التآكل. لدينا في العراق نسبة تآكل هائلة قد تصل إلى 80 أو 90% حتى في داخل أوساط الحاضنة الشيعية التي يفترض أن تكون هي الحاضنة الأساسية لهذه الميليشيات. إذن ما هو مصير هذه الميليشيات حقيقة؟ المشكلة الأساسية نحن لا نتوقع أن هذا الاندثار التدريجي سيؤدي إلى انحلالها تدريجيا، ربما العكس هو الصحيح، أن هذه عملية الاندثار المستمرة ستؤدي إلى ردود فعل غاضبة وعصبية منها لإثبات وجودها. وهنا مكمن الخطر برأي جيروزلم بوست أو بأي جهة أخرى، أن هذه الميليشيات من أجل إثبات قوتها المتهالكة فعلا، من أجل إثبات نفوذها المتداعي، قد ربما تلجأ إلى أي عمليات غير منطقية، غير معقولة، خارج سياق الحسابات المألوفة لكي تثبت وجودها، مثل تهديدها بأن تشن حملات وهجمات في أول أيام السنة من السنة القادمة، كما هددت ضد القوات الأمريكية في العراق، الأمر الذي حتى أثار انقسام في داخل أوساطها ما بين تلك الميليشيات التي تمتلك حدا أدنى من الحسابات وما بين تلك التي تبدو أنه ليس لديها أي حسابات. وهنا أيضا يطرح سؤال نفسه عن الصراع الداخلي المستمر في داخل هذه الميليشيات بين الأقدم وبين الأحدث، بين القادمون الجدد وبين المجموعات الأقدم منها. كل الاحتمالات مفتوحة على مصراعيها أكثر بكثير من أي ميليشيا أخرى في لبنان أو في اليمن أو في غيرها، لأنه كما قلت أقولها أكثر من مرة، عندما نتكلم عن حزب الله في لبنان نتكلم عن حزب واحد، عن قيادة واحدة، عن شخصية واحدة كاريزماتيك تقود هذا الحزب. نفس الشيء بالنسبة لليمن، لدينا في العراق عدد هائل من الوجوه الجديدة والقديمة، المتضاربة، المتصارعة، المتنافسة، المتفقة، المختلفة، كلها تعمل ضمن إطار سيطرة إيران بشكل حتى أحيانا يشكك في مدى سيطرة إيران فعليا عليها. إذن نحن أمام عامل صعب جدا قياسه، وصعب جدا أن نفهم بالضبط أين يسير وكيف يسير، حتى نستطيع أن نضع إلى خطط مضادة لردعة أو لوقفة أو إلى آخره. هنا مكمن خطورة هذه الظاهرة لدينا في العراق، وأعتقد مكمن الاهتمام العالمي بها. الجيروزلم سنتر مؤخرا أعادوا حقيقة طرح قضية مهمة جدا، وبالأحرى هم نقلوها بأن إسرائيل أعادت طلبا من الولايات المتحدة الأمريكية بعمل مناطق لحظر الطائرات المسيرة الإيرانية من المرور منها. تمر طائرة مسيرة إيرانية يضربوها، بغض النظر جاءت من فصيل عراقي، فصيل سوري وغيرها من الموالية لإيران.
وبالتالي هم طرحوا هذا الأمر مع انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وتخفيف ضرباتها وتخفيف تواجدها. هل تعتقد هذه الاستراتيجية التي تبحث عنها إسرائيل منطقية بالنسبة لهم وقد تنفع المنطقة بشكل عام، أم هذه قضية لن يطبقها بايدن وهي ليست من اهتماماته برأيك؟ يعني أنا أعتقد أنه الحائل الأساسي دون تطبيق هذه الاستراتيجية هو حائل تقني بالدرجة الأولى. يعني أستاذ أحمد تعرف حضرتك عندما نقول منطقة حظر طيران نحن نتكلم عن طائرة كبيرة بجسم كبير، ومن الصعب أن تفلت من مؤشرات الرصد مالتها سواء كانت رادارات أو إلى آخره، مع أنه تم صناعة طائرات أيضا كبيرة تستطيع أن تفلت من الرادارات اللي هي المعروفة ستيلث أو الشبح، لكن عملية تبدو صعبة. أما في قضية الطائرات المسيرة أو الدرونز هناك أحجام صغيرة، هناك ارتفاعات محدودة جدا، إمكانية الرصد يعني موجودة وقائمة، ولكن أصعب بكثير خصوصا عندما نتعلق بمسافات كبيرة. يعني حضرتك تعرف أنه مثلا السفارة الأمريكية في بغداد لديها عملية رصد لأي جسم غريب يقترب من عندها، لكن نحن نتكلم هنا عن بضعة كيلومترات. أما إذا طبقناها على مستوى بلدان بعشرات أو مئات أو حتى ألوف الكيلومترات تصبح القضية صعبة جدا تقنيا. أعتقد أنه ما نتكلم أو ما نتحدث عنه الآن هو طموح علمي لتطويره أكثر ما هو واقع حال يمكن تطبيقه على الأرض فعلا، ولا أعتقد بأن الأمريكان سيمانعون فيما لو حصل. بالعكس، إذا تمكن الإسرائيلي والأمريكان من التغلب على هذا التحدي التقني إذا صح التعبير، أنا ذاك ستسقط ورقة مهمة جدا من الأوراق التي تملكها إيران الآن، وهي قضية الدرونز واستخدامها بشكل مؤذي ضد خصومها أو أعدائها في المنطقة، لأنه هذه أصبحت الآن سلاح بسيط جدا، رخيص، تكلفته بسيطة صناعيا واقتصاديا وإلى آخره، وبالتالي يمكن لأي ميليشيا أن تمتلك مثل هذا السلاح وتستخدمه بكفاءة ونجاح. شفنا ماذا فعل الحوثيين بكثير من آبار النفط في السعودية ومناطق الإنتاج أو حتى مطارات عسكرية ومدنية في السعودية. نفس الشيء يحصل إنه يعني لبنان برغم أنه لم تستخدم حزب الله هذا السلاح ضد إسرائيل حتى الآن إلا في إطار مواجهات كبيرة شاملة، لكنه يبقى خطر موجود ومشرع ومطروح على الطاولة إذا صح التعبير. أعتقد أنه القضية في هذا الموضوع تقنية أكثر ما هي سياسية بالدرجة الأولى، ومتى ما تحلت القضية التقنية بإمكان استخدام هذا النوع، ولا أعتقد بأن أمريكا ستمانع بذلك أبدا. النقد الإسرائيلي للولايات المتحدة الأمريكية الآن هو في قضية انسحابها وإعلان سحب القوات القتالية من العراق، اعتبرت هذه استراتيجية لم تنفع، الفصائل ستصعد، هي في وضع محرج في للغاية في الداخل العراقي، وبالتالي هي انتقدت أيضا قضية الإسلام الراديكالي والحرب ضد الإسلام الراديكالي، إذا كانت داعش أو الفصائل هي نفس الشيء من وجهة نظرهم. هل تعتقد فعلا يعني بايدن والإدارة الأمريكية أخطأت في اتخاذ مثل هذه القرارات، أو خلاص دعنا ننسحب نعلن انسحاب القوات القتالية إن صح التعبير؟ أستاذ أحمد، أنا قبل فترة استخدمت التعبير بالنسبة للغرب عموما والولايات المتحدة على وجه الخصوص، ليس فيما يخص إيران وإنما في كثير من السوح، قلت بأنه إحنا نعيش عصر أجواء ميونيخية. تعرف حضرتك ويعني يعرف المشاهدين أنه هناك سادت أجواء قبل الحرب العالمية الثانية أيام وزارة رئيس الوزراء البريطاني تشامبرلين، نيفل تشامبرلين، قبل مجيء وينستون تشرشل. تشامبرلين كان يعتقد بأنه بالإمكان مهادنة هتلر وإعطاء بعض القضايا التي يطالب بها هتلر في أوروبا، وبالتالي بإمكاننا أن نتجنب الحرب العالمية الثانية، وعقدت اتفاقية ميونخ بهذا القضية، وتم منح أراضي السوديت اللي كانت آنذاك ضمن دولة تشيكوسلوفاكيا إلى هتلر كنوع من الترضية. طبعا هذا لم يرضي هتلر واستمر في عملية الابتلاع، وابتلع تشيكوسلوفاكيا بأكملها وابتلع إلى أن يعني أثبت بشكل واضح أن وجهة نظر تشامبرلين غير صحيحة، وأنه عملية التنازلات هذه لن توقف الحرب بقدر ما ستفتح شهية الآخرين للابتلاع أكثر مما هي تنهي مشكلة. وجاءت شرشل وأعلنت الحرب العالمية الثانية بعد اجتياح هتلر لبولندا. أنا قلت بأنه هناك إحساس لدي وإحساس كثير في كثير من شعوب العالم وكثير من المراقبين أن هناك أجواء ميونخية أخرى، يعني ليست فقط التراجع أمام إيران في الشرق الأوسط، التراجع أمام روسيا في أوكرانيا، التراجع ربما أمام الصين في تايوان،
التراجع أمام الصين في هونغ كونغ، يعني هونغ كونغ ابتلعت بالكامل وتم إلغاء اتفاقية 1997 بدولة ونظامان، وكان العالم يتفرج، بريطانيا تتفرج، أمريكا تتفرج، نعم صدرت يعني بيانات تنديد وبيانات رفض وبيانات إلى آخره، لكن موقف حقيقي يقف لا يوجد، يعني لا يوجد أي موقف. كل العالم يعرف، أنا شخصيا بدأت أتساءل أين هو الخط الأحمر، يعني ما هو الخط الأحمر؟ هل الخط الأحمر يقف عند أوروبا الغربية؟ هل الخط الأحمر يقف في منطقة ما بالشرق الأوسط؟ أنا لا أعرفه، لا أعرف. يعني يقينا هناك عملية انسحاب إجباري، يعني ليس طوعي، يعني أمريكا انسحبت طوعيا من أفغانستان نعم، لكنها في الشرق الأوسط ربما تنسحب بشكل مجبر على الانسحاب أمام ضغط القوى الأخرى الرافضة والمعادية والكارهة وإلى آخره. إلى الحد اللي خلاني مرة في أحد التسجيلات قلت به بصراحة أني أنا كمواطن عراقي أسعى وأناضل وأؤيد وأدعم كل نضال شعبنا ضد النفوذ الإيراني، وطالب بانسحاب 2500 المتبقين من الجنود العراقي الجنود الأمريكان في العراق. لماذا؟ لأنه هؤلاء جنود لا هم يقفون بوجه السيطرة الإيرانية على بلدي، ولا هم يمنعون، ولا هم يدعموني في نضالي ضد السيطرة، بالعكس يشكلون نقطة ارتكاز وحجة للقوى المؤيدة لإيران والمدعومة من إيران لكي تتكلم باسم أجندة التحرير ونحن تحت الاحتلال ونحن مقاومة ونحن إذا فلتنسحب الـ 2500 حتى لا تبقى حجة أمام هؤلاء، وحتى نناضل بأنفسنا دون أن نتهم بأننا أبناء سفارات وأبناء مدري إيش، ولا يوجد لا سفارات ولا أحد يدعم ولا أحد كل يتفرج علينا. فواقع الحال أنا لا أعرف بالضبط حتى هذه اللحظة ما هي الاستراتيجية الأمريكية من أبقاء 2500 نفر في العراق الذي هو نفوسه 40 مليون نسمة، فيه ميليشيات خارج إطار الدولة أضعاف مضاعفة لل 2500 هؤلاء، علما أن هؤلاء 2500 أعلنوا رسميا أنهم لن يقاتلوا وليسوا مقاتلين، وإنما يمنحون دعم لوجستي أيا كان ما يعنيه ذلك. يعني فبالواقع أنا لا أريد أن أقول أني أيد الصحيفة الإسرائيلية، لكن الصحيفة الإسرائيلية يبدو وضعت يدها على الجرح إذا صح التعبير. نحن نقاتل في العراق لوحدنا، نقف ضد النفوذ الإيراني لوحدنا كشعب، نضحي، يسقط شبابنا كل يوم أمام النفوذ الإيراني وأمام الجماعات المتبلطجة بإيران، وال2500 موجودين في العراق اسمهم لا أعرف ماذا يفعلون ولماذا هم موجودين وما الذي يثبتوه بوجودهم في العراق حتى هذه اللحظة.